أثرت على بدنك كله، ولو حصل أن ظفر واحد من أظفار أصابعك حصل له الألم والتغير أثر على بدنك كله، فرب العالمين أعطى العافية للعباد وأتمنهم على المحافظة عليها، على المحافظة عليها. فهذه مهمة كل مسلم، أن يحافظ على عافية بدنه محافظة شرعية، لا محافظة كما يريد هو ولكن شرعية. وفي عصرنا هذا كثرت الأمراض البدنية، والأمراض البدنية على قسمين: أمراض معنوية وأمراض حسية عضوية. أما الأمراض المعنوية فمنها الهم والغم والحزن والكرب، ومنها الإصابة بالمس الشيطاني والسحر والعين وغير ذلك من أنواع الأمراض البدنية المعنوية. أما الأمراض الحسية العضوية فهي على قسمين أيضا: أمراض ظاهرة وأمراض باطنية، وهي كثيرة كثيرة في هذا العصر. والمطلوب من المسلم أن يحرص على أمرين اثنين: على المحافظة على العافية التي عنده، والثاني أن يسعى في إنقاذ بدنه من الأمراض الوافدة ومن الآفات التي حلت به بعد أن كان سليما منها. فدين الإسلام لم يجعل المسلم ضحية الأمراض، وإنما دعا المسلم إلى أن يقاوم الأمراض وإلى أن يدافعها ويسعى إلى التخلص منها بما أوتي من أمور مشروعة ومن أمور محبوبة لدى الله ومن أمور مباحة أباحتها الشريعة. أيها الإخوة، القرآن الكريم والسنة المطهرة جاء بأسباب العافية، أسباب المحافظة على العافية وأسباب الجلب للعافية متى حرم المسلم منها. وبسط هذا كله يطول بنا الوقت، ولكننا سنحاول أن نذكر لكم بعض الأمثلة حتى تعلموا المطلوب منا، المطلوب منا من أجل المحافظة على عافية أبداننا. فمثلا عندك أمراض الكرب، الحزن، الهم، الغم، هذه أمراض خطيرة تسبب على المسلم من أنواع الأضرار، إن تمكنت منه تسبب أنواعا من الأضرار. فقد جاءت الشريعة بمعالجة هذه الأمراض، ومن ذلك ما جاء من حديث ابن مسعود عند أحمد وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه
وأبدله مكانه فرحا وسرورا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ أفلا نتعلم هذا الدعاء وهذه الكلمات؟ قال بلى، ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن، أن يتعلمهن. انظروا، الذين فاتهم هذا الخير ولم يتفقهوا في أسباب عافية أبدانهم، إذا جاءهم الهم والغم والكرب والضيق ماذا يفعلون؟ هذا يسكر وذاك يذهب ينام كثيرا حتى يضيع الصلاة، وذاك يذهب في المعاصي الأخرى، إما معاصي الزنا وغير ذلك، وآخر مع الأغاني ومع المزامير، وآخر يجول في الشوارع يقول ينفس على نفسه، ينفس عن نفسه، إلى غير ذلك من المباحث عن العافية، عن أسباب العافية. ولو أنهم تفقهوا ما احتاجوا إلى أن يزيدوا أنفسهم فوق المرض مرضا، فوق المرض مرض. فهذه السلوك التي سمعتموها منهم إنها لا تسعفهم بشيء، لا تسعفهم بشيء، لكن من اتصل بخالقه وبارئه ومدبر أمره والذي له الأمر كله وبيده الخير كله والذي عنده الفرج والمخرج وكشف الضر ودفع البلاء، إنه لن يخيب، إنه لن يخسر، إنه لن يرد خائبا، بل سيعطيه الله ما وعده به. ما بالكم إذا دبت أمراض أعظم مما سمعت، أعظم مما سمعت، أمراض تسلط الشياطين على الناس، تسلط العفاريت والمرضة، إما عن طريق السحرة وإما عن طريقهم هم عشقا أو انتقاما وإفسادا لمن يؤذونه. هذه الأمراض ما أكثر ما يجهلها بعض المسلمين، وبسبب جهلهم لها يتيهون ويقعون فيما يقعون من آفات وانحرافات كثيرة. لما قل معرفة المسلمين بالأمراض الفتاكة، بعضهم يصاب بالمس الشيطاني ولا يعرف إلا بعد كذا من العمر، وبعد أن يخسر ما فوقه وما تحته. جاءنا رجل وقد عملت له 9 عمليات في الرقبة، ثم اتضح أن فيه مسا شيطانيا، يعمل العملية الأولى ولا يستفاد منها بشيء، لأن الشيطان يخربها وهو الذي يجلب الألم، يجلب الألم. بل حصل أن بعض المسلمين يتلقون عقائد فاسدة فلا يؤمنون بالمس الشيطاني، لا يؤمنون بدخول شياطين الجن على الإنس حتى تؤثر الشياطين على الأبدان، وتؤثر الاضطراب والآلام والأوجاع، وتؤثر القعود في زوايا البيوت، وتؤثر وتؤثر. هناك من لا يسلم بهذا فيبقى في نظره في المستشفيات باحثا عن العافية في نظره، وأن له أن يجد العافية. وهناك من إذا أصيب بهذه الأمراض التجأ إلى السحرة وهم أعداؤه وهم غرماؤه وهم الذين تمالأوا عليه ومكروا به ومكروا به واستعملوا الغدر في حقه، يلتجأ إليهم يبحث عن العافية. انظر إذا لم نتفقه كيف ستكون حياتنا؟ البدن صار
صار أسير للشيطان، وبعد ذلك يضحى بالدين، يضحى بالدين. فمن ذهب عند السحرة والكهان والمنجمين والدجاجلة فإن هذا سبب لخسران الدين، لخسارة الدين. وأي شيء أغلى من الدين؟ وأي شيء أنفع لنا من الدين؟ فالمسلمون بحاجة إلى أن ينقذوا أبدانهم من الأمراض، لكن بالطرق الشرعية وليس بالطرق الشركية ولا البدعية ولا بالطرق التي تقوم على الجهل وعلى المعاصي. انظر، من أراد أن يحفظ من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، جاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة من الله، فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة. انظر الآن العقوبات. قال: ولا تستطيعها البطلة. إذا كنت متحصنا بالقرآن الكريم وبالأدعية والأذكار الشرعية وبالعبودية لله، إن الله يكفيك شر كل ذي شر ويحميك من كل كائد ومن كل ماكر وغادر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، من أراد أن يدفع الله عنه كيد السحرة ومن يذهب إليهم وكيد شياطينهم وخدمتهم، فليكن متحصنا بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة. فخسر الناس خسارة ظاهرة دينية ودنيوية بسبب عدم هذا التحصن، بسبب عدم هذا التحصن. يذهب الشخص يتلاعب في أمر العافية فلا يحافظ عليها، فإذا نكبه الله بمصيبة من المصائب بلش ما يذهب يبحث عن الأسباب الكبرى في جلب العافية ودفع الضر، يذهب يبحث عن أسباب كبرى في بقاء البلاء وفي تمكن الأعداء منه، وفي تمكن الأعداء منه. فيا عباد الله، نحن بحاجة جميعا إلى أن نحافظ على عافية أبداننا، وكلنا معرضون إلى مؤاذات شياطين الجن ومؤاذات شياطين الإنس. ولا يعني هذا أنك لا تصاب بشيء قد قضاه الله وقدره، فقد تصاب ولو أنت من المحافظين، لكن سرعان ما يفرج الله عنك، ولا تخسر دينك لأنك تعرف كيف تواجه الأمراض التي حلت بك. أيها الإخوة، نذكر لكم بعض أسباب دفع الأمراض والمصائب التي نزلت بالأبدان، وهي أسباب شرعية وأسباب نافعة عظيمة جدا جدا، نتجاهلها ونتغافل عنها إلا من رحمه الله. ومن هذه الأسباب الدعاء، الدعاء، أن المسلم يدعو الله بأن يحفظ عافية بدنه، فإذا أصيب بشيء فيقبل على الدعاء يدعو الله أن يكشف عنه الضر وأن يدفع عنه البلاء وأن ينزل عليه العافية. هذا مطلب شرعي جاء من حديث ابن عمر وهو عند الترمذي والحاكم
وقد جاء من حديث عائشة ومعاذ بن سهل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. خذوها من رسولكم: إن الدعاء ينفع مما نزل أي من الآفات والأمراض، ومما لم ينزل أي يدفع حتى لا ينزل، يدفع حتى لا ينزل. وجاء من حديث سلمان عند الترمذي، ومن حديث ثوبان عند أحمد وابن ماجه والحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. انظر إلى عظمة الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعاء سبب لدفع البلاء، الدعاء سبب لدفع البلاء، فإن كان الدعاء أقوى من السبب دفعه، وإن كان الدعاء أضعف من السبب تغلب السبب. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الدعاء عدو البلاء، الدعاء عدو البلاء، يعالجه ويدفعه ويمنع نزوله ويرفعه، فإن نزل خفف منه، وهو سلاح المؤمن، وهو سلاح المؤمن. ثم قال: والدعاء مع البلاء له ثلاث مقامات، له ثلاث مقامات. المقام الأول أن يكون الدعاء أقوى، فهنا يرفع البلاء. الثاني أن يكون الدعاء أضعف ويكون سبب المرض أقوى، فهنا البلاء يتغلب على الدعاء. قال: والثالث أن يكون متساويين فتبقى بينهما المعركة. هذا من شأن الدعاء. قد تقولون: كيف السبب هذا الذي هو أقوى من الدعاء؟ هذا السبب المراد به المعاصي والآثام والبدع والظلم. فالشخص إذا كان مصرا على معاصي وآثام فقد يدعو ولا يستجيب الله له، لأن السبب هنا قوي وهي المعاصي والآثام. ولهذا قال العلماء: ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فأعظم ما يسبب نزول الأمراض على الأبدان الأمراض المعنوية والحسية المعاصي والآثام، المعاصي والآثام. قال العلماء: ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. هنا ما ترفع بالدعاء إلا أن يشاء الله، لكن بالتوبة ترفع، لأن الشخص بالتوبة يتخلى عن الذنب ويتوب إلى الله منه ويقبل على الطاعة، ويقبل على الطاعة. بل جاء من حديث البراء ابن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله أكثر. فإذا نزع على الشخص عرق فليعلم أن هذا له سبب أو له أسباب، ومن أعظمها الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. فكم من شخص فتح عينيه لينظر الحرام، فبعد حين أخذ الله عينه، أخذ الله بصره بذنوبه التي أحصاها الله، بذنوبه التي أحصاها الله. فانظروا المعاصي ماذا تعمل. قال بعض العلماء: المعصية تخرب من هنا إلى الجنة، المعصية تخرب من هنا إلى الجنة. فالمسلم متى كانت تجارته المعاصي والبدع والانحرافات فهي شر تجارة. أيها الإخوة، ومن عظمة الدعاء ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، انتبهوا المعاصي، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، قال: إما أن يدفع عنه السوء أي الذي يدعو الله أن يزيله عنه، وإما أن يدخرها له عنده، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، أي يدفع عنه شرا ما يعلمه، الله عز وجل رحيم كريم. ومن هذا الحديث استنبط العلماء أن من دعا الله ينتفع بالدعاء، حتى الكافر وهو كافر إذا دعا الله انتفع بالدعاء. ولهذا قال ربنا في المشركين والكفار: وإذا دعوا الله مخلصين له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. ينالون النجاة عند أن يدعوا الله وهم في البحر خشية الغرق فينجيهم الله من الغرق، فإذا عادوا إلى البر عادوا إلى الشرك والكفر عياذا بالله. فالمسلم أكرم على الله، إذا دعا الله استجاب له. ولكن كما سمعت، فتش عن الذنوب وعن المعاصي والمظالم والبغ والبغي والطغيان. قال الله في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هو؟ لا أحد يقدر على أن يدفع ما بك وما حل في ساحة بدنك من الأمراض والآفات، لا أحد يقدر إلا الله، فارض به ربا وارض برسوله رسولا وبدينه دينا. لا تضيع، ما أوجب الله عليك فتضيع، في الدنيا. الأمراض الآن كثيرة، فإذا لم نقبل على مقاومتها صرنا ضحاياها، ضحايا الأمراض كما سمعت. فالدعاء هو من أعظم أسباب العافية، فمن أصيب بمصيبة فعليه أن يكثر من الدعاء وأن يستمر في ذلك. فقد لا يستجاب لك اليوم ولكن يستجاب لك في الغد، وقد لا يستجاب لك في الغد القريب ولكن يستجاب لك بعد ذلك بوقت، حسب ما لك عند الله من قبول وحسب ما عندك من موانع في قبول الدعاء. فلهذا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نلتجئ إلى الله عز وجل، والله عز وجل يفتح للعباد الأبواب الموصلة إليه والطرق لينالوا الفرج عاجلا والمخرج سريعا. ومن ذلك أن من أراد أن يعجل الله له بعافية فالمطلوب منه أنه يقوم في الثلث الأخير من الليل. فقد جاء من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظر ما أكرم الصالحين على الله، وهم الذين يقومون في الثلث الأخير من الليل يصلون ويسجدون ويركعون ويتضرعون ويدعون ربهم سبحانه وتعالى. لا تيأس، فإن ربك هو القائل إنه هو البر الرحيم، هو أرحم بك من نفسك، وهو أعلم بما يصلحك، وهو أحكم فيما قضى وقدر عليك. كن معه يكن معك، توكل عليه يكفك كل ذي شر. لكن
عظمت المصيبة في الدين. من الناس من لا يصلي ومن لا يحافظ على الصلاة، ومن لا يحافظ على الصلاة يخرب دنياه وأخرى، يتسبب في العقوبات، ومع هذا يرجع يئن ويخسر ويتعب. بعض الناس إذا جاءت الأمراض البدنية يظنون أن السبب الوحيد في دفعها أنه يتابع العقاقير الطبية أو يتابع الأطباء من مكان إلى آخر. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، هذا سبب من أسباب. فالأسباب الدينية المريض أحوج إليها من الأسباب الدنيوية ومن الأسباب الدينية في حصول العافية بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. أن المسلم يتصدق ويخلص لله في صدقته ويجعلها لله لا رياء ولا سمعة. ولهذا جاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالشخص عند أن تنزل به مصيبة، مصيبة على بدنه، هذا يتوقع أنه بسبب غضب الله على العبد وسخط الله